أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أنا مش بتاعتي الكلام ده، أنا بنت طول عمري جامدة. أنا مش بتاعتي الكلام ده، أنا بنت طول عمري جامدة. يلا جاي، يلا يلا. ولكم ايضا تعرضوا كل حلقتونا الجلس. يلا يلا، ولك مين هاي الصغير اللي عبدو هيك؟ ايه ايه يا بهايم. اهلين اهلين تحسين، هذا انت؟ شلونك؟ تفضل. والله منيح. ابو عبيده وين ولا كان؟ ابو تحسين، انت اكثر واحد بيعرف ابو عبيده ايمت بينصرف. لسه ما هلا اجى، بده شوي لحتى يجي. ايش عليه؟ معناها لافوت انا استناه. ابو تحسين قلتلك بجوز يتاخر، يعني هو بجوز يتاخر شوي. انا برايي تطلع انت على بيتك هلا وبس يجي تحكي معه على التليفون. ايه ايش عليه؟ ما في مشكله. ولا هيك بدي ادخل استناه عندكم عندكم عندكم. يخرب بيت قله ذوقك، زنخ سردين يخرب بيتك من حالك. تفضل ابو تحسين تفضل، سواني السخر لو بدي يبرك معك. تفضل معلم. اللعبه اليوم تكسير روس، اليوم بدك اكسر لكم راسكم. عليك. استغفر الله العظيم. بس انت يا زفت. نعم امي، ايش بدك؟ عم بلعب قاطعيني. اطلع بروك برا مع ابو تحسين شوي لوقت ما يجي ابوك، هو بالصاله بستناك. يلا شو امي؟ قلت لك عم بلعب، هي اللعبه فيها تكسير روس، هي اللعبه مصيريه يعني ما اخذ مستحيل مستحيل ما اخذ اطلع برا طاوله، ما بقدر. ايش يعني اطلع بروك معه انا؟ يخرب بيتك. بسرعه بتسكر التليفون بتطلع بروك معه مثل بني ادم. بسرعه بالصالون يلا. قولك امي عم بلعب والله عم بلعب. إيه أبو تحسين؟ ما أبو تحسين الله، أنا من أصلي أبو تحسين. يعني بدك تقوم ولا أستعمل معك بابوج الجديد؟ لسه ما جربته حدا طاول. ها خلاص خلاص أمي خلاص، ها وصلنا اللعبة. أنا أبرك معه خلاص. نطلع أبو تحسين الله هيت. إيش نعمل فيه والله؟ إيش نعمل فيه؟ إيش نعمل فيه؟ لقطة والله. لخليك تندم على الساعة اللي قررت تبرك فيها معي يا أبو تحسين. بسيطة أنا بفرجيك جايك. اهلين ابو تحسين، يا ميت السلامة والله. حلت علينا البركات بشوفتك هلا. قولك الله يسلمك يا عبودة، يا دعدودة، عبودة الدودة. كبران يا درسان وخطين شواربك، ما باغين جوزك. يلا خلينا نجوزك ونفرح فيك يلا. ابو تحسين، ابو تحسين، لك ايه صعي؟ امبارح شفتك الساعة 2 بالليل نازل على السطوح، وتحديدا كنت فوق بيتها لان فخري بالضبط، يعني اذا طلعت بتشوفها مباشره. ايش كنت عم تعمل فوق على السطوح؟ كني كنت عم بتصلح الدش مو؟ اي والله اي والله كنت على السطوح عم بصلح الدش. يخرب بيته اذا كان يشتغل. الله وكيلك عزمني ميكن وما اشتغل. يحتك حديك الشغله. اي وانا هيك قلت، بس انا اللي بعرفه على السطوح بنايتنا ما في ولا دش، كل شيء واحد مركب دشه على بركونته. مزبوط؟ نعمش لك. اي والله صح. بقى ايش كنت عم تعمل فوق؟ احكي لك شوف، احكي لي احكي لي فضي. لا لا عبود عبود عبود، وطي صوتك وطي صوتك مشان امك جوا، امك جوا ما بدها تسمعنا. خلص وطي صوتك وطي صوتك. ماشي رايح مره اقول لك اياها هالمره. ايه ما قلت لي بدك تشرب شيء؟ ايه بنشرب، ليش ما نشرب؟ سوي لنا كاسه شاي بمعيتك. الله يرضى عليك عبودي، الله يرضى عليك. من عيوني، انت بتامر امر ولو تكرم عيونك. ماشي القى اذا بتلقى انا ابو تحسين. والله والله لا جايبك والله، طول بالك. امي 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 امي. نعم ايش بدك انت كمان؟ ما بدي شيء ما بدي شيء، بس كنت جاي اعمل كاسه شاي لابو تحسين. خلص روح ادخل انت، انا بعمل له. لا ولو عنك يا ست الكل، انا بعملها بعيوني، انت لا تعذبي حالي. ومن اي ما في الشمس ترقعنا؟ من يوم يومك كسول، اذا بدك تشرب كاسه مي بتبعت اخوك الصغير عبي لك. من اي ما؟ لا 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 خلص، من اليوم ورايح اصير اعمل كل شيء انا، انت بس رح اعمل لك شغلاتكم وماياتكم، انت لا تاكلي هالطاوله. خلص روحي روحي انت، روحي روحي. ماشي، الشاي والسكر تحت والفنجان هون، البريق فيه ما يسخني، ما تعبي الدنيا، فهمان؟ دعم ولا يهمك، انت روحي بس، روحي. يا عيني عليكي، فضي الجو بس انت يا ابوس. وهي الفنجان صار هون. اول شيء بنحط له السكر، كم معلقة سكر بنحط؟ لحظة، أنا ليش رح أحط له سكر؟ ما بده سكر هو، لازم نحط له ملح. كم معلقة ملح بنحط؟ لك هذا الملح ما بنحط بالمعلقة، هذا الملح من كات كات. كمان 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 فرجيني. اوه ممتاز، نص فنجان، نص فنجان دوبه يعني. وين الشاي؟
ليكو هي شو يا عيني عليك ما وصلت معلش بيرد مع ملح بالطاقة طيب اصلا بالطاقة طيب شو لك ايه والله لك كيف يا ابو حسين والله لك كيف ها وهي هيك عبر فنجان والله بنجيب معنا احلى كاسه شاي لاحلى ابو حسين ابو حسين الغالي جايك انا وهي احلى كاسه شاي لاحلى ابو حسين بالعالم كله تفضل يا روحي لك ايه والله من ايدين ما نعدمه ونسلم ايدك عبوده عبوده الدوده اساعدك بشي يا ابو حسين ايش بك ايش في صار لك كاسة مي بسرعة الملح دبحني كاسة مي ثواني ثواني بس قولك هذا هضر يموت بين ايدي والله بوت بلوز ينفخ على حظي هذا الله الله ولك امك اليوم غضبانة عليك ابو حسين امك اليوم غضبانة عليك خل خل اطيب من المي اصلا وهي احلى كاسة خل احلى كاسة خل يا عيني عليك لك انا رحت على المطبخ عبي لك كاسه مي وشفتها معباي ما خطر ببالي تكون امي معبيه دخل ثواني اجيب لك كاسه مي واجي لا 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 ما بدي خلاص ما بدي ما بدي بنوم لك ليش خليني اجيب لك كاسه مي قدك ما بدي تفهم انت حقك عليه ابو حسين ما كان لي خبر انه جوا دخل يعني والله مو بقصدي لا لا عادي ولا يهمك ولا يهمك ولو بسيطة ولي عبموت أبوك متأخر الساعة بيتأخر لو ما يجي لازم هلا يجي ما بحس غير إجي هلا مباشرة هلا بيجي أنت خليك عاستنى بروك كمان بروك أما فرجيك طول بالك خليك بالك لا إيه صحيح سمعت بالقصة اللي صارت بسيارة أبليلة تحت مدخل بناي قال في واحد ابن حرام ضرب له إياها خبطة جعلك وهرب سمعت ايه والله سمعت حسبي الله ونعم الوكيل الله يجازي اللي كان السبب ايه لك ربنا راح يجازي لك ما راح يجازي لانه ابن حرام طيب ابو حسين انت ليش ما قلت له لاهل البناية انه انت اللي خبطت له اياها ابني انت شو عم تقول ابني شو عم تقول انا اصلا ما كنت هون منوب انا كنت برات البناية شو بتحكي انت انا ما كنت موجود ابو حسين لا تضحك علي لا تلف وتدور علي انا شفت القصه كلياتها انا كنت واقف على البلكونه شفتك لما خبطت وشمعت الغيط مباشره هربت رحت ما جيت انص الليل جيت بعد الساعه 4 الفجر عملت حالك ما لك خبر صرت تقول يا لطيف مين ضارب السياره وطي صوتك بدك تفضحنا بدك تبلينا انت مع اهل البنايه رح ابني خلص وطي صوتك خلص طول بالك انا لسه ما علت صوتي واطي هيك هات تحشي اكراميه عشان اسكت انا عشان ما احكي لحدا طول هات اكراميه هات شو كرامية يعني ما فهمت عليك انا يعني ايه لك على 500 درهم وبعمل حالي لا شفت ولا سمعت ولا بعرف شي طويل بسرعة قبل ما حدا يسمعنا بسرعة شوف يخرب بيتك من حالك طالع برهموطي لابوك منين جيتني انت يخرب بيتك من حالك ما معي غير 500 درهم بسوك ان شاء الله تحطون على حالك بسوك قولك احلى ابو حسينو روح الله يرزقك من نعيمه يا رب وهي احلى 500 استفتحيه مباركه من احلى ابو حسين الملك اسمع الله يوفقك وصب لي كاسه مي انت بتصبها بايدك ما بدي شيء مصبوط طاغي بتصبها بايدك من حنفيه تكون مي بارده الله يوفقك احترق بلعومي من الخل والملح بس راح اصبها بتوع الله يرضى عليك تكرم عيونك راح اصب لك اياها انا هالمره من الحنفيه حصرا ايه الله يرضى عليك بسرعه الله يوفقك اذا ما راح طالع بالهموط لابوك يخرب بيتكم من حالكم شلحني 500 ليره الله يوفقه ابو حسين تفضل اين حنفيه عم بتقول لك اياها بايدي لك يخرب بيتك ايش عملت انت ابو حسين ما تواخذني اتفشكلت وقلبت الكاسه فوقك حقك علي كرمال الله ولا اين ما تواخذني يخرب بيتك اصلا من وقت ما طلعت كلمه ما تواخذني كنت حبيب البلد ما بدي استنى حدا ان شاء الله عمرنا بجهنم التحرى ابوك ما يجي
يخرب بيتكم من حالكم. طول بالك يا تحسين، بس اسمع استنى. اذا استنى انا استنى، يخرب بيتك من حالك، بهدلتني ان شاء الله بجهنم عمرنا ابوك ما يجي. كانت بطي ومحولة ساعة، قلت بدي استنى. الله يوفقك. ولك هلا كنت ما بتحسه غير اجاي. اخ يا حيوان، هذا اكيد رجع. والله لا اكمل عليك، لا بدي اغسله، بدي اغسله. تركتك تذوب بقى. اكيد انا شفت غلط، اكيد انا اللي شفت غلط. هذا بابوي، هذا انا تهيالي، انا تهيالي، هذا مو ابوي. امرك افتح يا ابن الكلاب، واظل اذبحك. والله اوزي طلع صح، هذا ابوي.